أعزائي مشاهدي الوفد، أهلا ومرحبا بكم، معكم مروة سيد من محافظة أسوان. نحن الآن نشاهد توافد مواطنين أسوان داخل سوق الشواربي بمحافظة أسوان لشراء مستلزمات العيد. كل عام والأمة الإسلامية بخير. كما نشاهد الآن أعزائي مشاهدي الوفد توافد أهالي محافظة أسوان داخل سوق الشواربي لشراء مستلزمات العيد لأبنائهم والأطفال، حيث يتضمن سوق الشواربي العديد من المحلات، منها ملابس الأطفال ومنها مستلزمات الكبار والألعاب الترفيهية وبعض مستلزمات العيد مثل التي تستخدم في المخبوزات. كما تشاهدون أعزائي مشاهدي الوفد شراء مستلزمات العيد من ملابس ومن طرح ومن ملابس لعيد الفطر. نحن الآن داخل سوق الشواربي بمحافظة أسوان.